السمنة مرض العصر، وهي خطر حقيقي جدا جدا، بيهدد صحتنا وحياتنا، وده لأنها بوابة لكل الأمراض. وللأسف أكتر من مليار شخص حول العالم بيعانوا من السمنة، ما بين بالغين مراهقين وأطفال، حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية. وعلشان كده منظمة الصحة العالمية بتقوم بحملات لعلاج السمنة، مش بس للتوعية بمخاطرها، لكن كمان علشان إزاي نقدر إن إحنا نكافح السمنة. النهاردة منوراني في الاستوديو ضيفة هتكلمنا عن أهم واكتر الامراض اللي بتسببها السمنه انتشارا، وازاي نعالجها ونتجنب الاصابه بيها، وازاي نتخلص من الاساس من المشكله الاساسيه اللي هي السمنه. ضيفتي النهارده هي دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. منورانا يا دكتور. ربنا يخليكي، ده نورك. عامله ايه؟ كويسه؟ كله حلو. عايزين نتكلم كده، قولي لنا في الاول اشهر الامراض اللي بتسببها السمنه. هو طبعا احنا لما بنقول للناس ان السمنه ده مرض، احنا مش قصدنا بس نخوفهم، بس على الاقل نوعيهم قد ايه الموضوع ده خطر. لان الناس فاكره ان انا يعني بس مليان شويه، او مثلا عادي ممكن في اي وقت اعمل دايت، لكن هو ما يعرفش قد ايه هو جسمه بيعاني من جوه، وهو مش حاسس، او هو مش ما كانش متخيل ان الموضوع فعلا ممكن يوصل معاه لكل الستبس اللي احنا هياخدها بعد كده. لان للاسف السمنه ديت هي احنا بنفتح باب، او بندوس اول سلمه في باب كل الامراض المزمنه تقريبا، من اول بقى مرض السكر من النوع الثاني، لحد بقى امراض الضغط، الكوليسترول، الدهون الثلاثيه. ده غير كمان طبعا بيأثر بشكل كبير جدا على الشرايين، فممكن كمان يأثر على صحه القلب. فاحنا دخلنا في موضوع كبير مننا قوي، فموضوع كبير فعلا، ونفسيا طبعا بشكل كبير، لان معظم الناس اللي بتعاني من السمنه سواء شباب او اطفال في المدرسه او في الجامعات، اكيد الى حد ما بيتعرضوا لبعض التنمر او بعض المضايقات، حتى ممكن بعض النظرات بس تضايقهم، فده طبعا بيأثر بشكل كبير جدا على نفسيتهم. وطالما النفسيه متأثره برضو مش عارف يخس بشكل صحي، فبيحس ان هو دخل كده زي سيركل مش عارف يطلع منها، عمال يلف فيها مش خلصانين يعني. بالظبط. طب دكتور سالي، ازاي نقدر نساعد الشخص اللي عنده سمنه اللي ما بيقدرش يمشي على دايت ان هو يقدر يخس؟ مش عارفه، نسبه السمنه زادت قوي، كبار وصغيرين، حتى بنلاقي السمنه دلوقتي في اطفال لسه صغيره. ازاي نقدر نساعد المرضى ان هم يتخلصوا من السمنه؟ هو طبعا في البدايه السمنه، علشان انا لازم اول حاجه اعرف اوعي نفسي ان فعلا انا في مشكله كبيره ولازم احل المشكله ديت. تاني حاجه بقى بتيجي القرار، ان انا اخد قرار، والقرار ده يكون صارم جدا مع نفسي، ان انا خلاص لا انا هستوب، انا هحمي جسمي، دي نعمه ربنا اداهالي المفروض احافظ عليها، وانا عارف المشاكل الكتيره اللي فيها، فخلاص انا هاخد قرار وهكون قد القرار دوت، مهما بقى كانت الرحله بتاعت نزول الوزن دي مثلا فيها بعض الصعوبات، فيها بعض التخطيات اللي ممكن تكون تشالنج شويه بالنسبه له، فيها طبعا يعني لحد ما التغيير لايف ستايل بتاعه شويه لحد ما هيتعود. فهي طبعا بتبدا بقرار، والقرار لازم يكون صارم جدا. وبعد كده تاني ستيب تيجي هي الاراده، ان انا لازم النظام الغذائي او الدايت اللي انا امشي عليه دوت يكون مستمر معايا، مش بس لفتره معينه لحد ما انزل في الوزن وبعد كده خلاص انا بنزلت في الوزن ارجع تاني اكل براحتي، لان دوت هيخليه يرجع تاني يزيد في الوزن بشكل اكتر، وهيبقى بعد كده بقى القرار ده هيبقى شبه مستحيل يعني. بالظبط. فطبعا الاراده دي بتيجي تاني ستيب، والإرادة علشان تكون قوية احنا بقى بنساعدهم في شركة اون تارجت فارما، ان احنا بنقوي إرادة دي، او بنديهم كورس احنا حتى مسمينه كورس الإرادة، لان انا خلاص انا خدت القرار وخلاص اتكلمت تواصلت مع الشركة وخلاص انا هعمل نظام غذائي، وانا عندي فعلا مشكلة وعارفها ومحتاج احلها. فبيجي بعد كده بقى فكرة ان انا الإرادة، ان انا عايز اكمل بقى على النظام الغذائي، عايز حاجة تساعدني. بنساعده بقى يعني الإرادة الاول، انا قررت اخس، فانتوا هنا بتتدخلوا ان انتوا تساعدوه. بالظبط كده، احنا بقى بنديله الإرادة، بنديله بنساعده طبعا بكورسات مختلفة بالنظام الغذائي، كمان متابعة طول مدة الكورس لحد ما يوصل للوزن المثالي. في ناس كمان بعد ما بتوصل للوزن تبقى عايزه تثبت، وبعد بقى الثبات دوت خلاص هو بالنسبه له ده اللايف ستايل بتاعه. احنا يعني في ناس كتير بتقول لنا ان خلاص انا الاناسيليم بالنسبه لي لو انا مثلا رايحه عزومه، رايحه فرح، عارفه ان انا خارجه كده مع اصحابي مسافره مثلا، فبيبقى دايما معايا ساشيت الاناسيليم في الشنطه، فببقى عارفه ان انا هاخده قبل الوجبه او قبل العزومه ديت، فمش هفتح قوي في الاكل او مش هبوظ الدنيا قوي، بس في نفس الوقت انا استمتعت بالخروجه او استمتعت بالاكل دوت، وما حسيتش بقى
بقى بالذنب بعد ما ارجع، ايه انا اكلت كتير قوي وكانت بس الخروجه كانت حلوه بس انا اتبسطت بس انا زدت كتير بالظبط. فنخش بقى برده في دايره ثانيه ان احنا بنندم بعد ما بناكل كتير. فاحنا الكورس الانسوليم كمان بيعالج المشكله دي بشكل كبير، لان انا الانسوليم ساعدني ان انا حسيت بالشبع بشكل كبير جدا، فاكلت اللي انا نفسي فيه او الاكل اللي قدامي اللي طبعا انا مش هقدر اقاومه بشكل كبير أكيد يعني أكيد. وما اكلتش كتير فهروح انا اتبسطت بخروجتي، اتبسطت بالعزومه، ما اكلتش كتير وكلت كل اللي نفسي فيه، فمش هحس بالذنب. فبرضه غير انا لعبت على عامل الشبع في جسمي، انا لعبت بشكل كبير جدا على العامل النفسيه، ان انا اتبسطت بخروجتي وما اكلتش كتير والدنيا متظبطه، حتى لو كالوريز اكتر شويه من المفروض بس يعني مش ما فتحناش قوي يعني. انا عايزاكي بقى تقولي لي روشته الاراده من الاول، يعني انا حلو روشته الاراده. روشته الاراده اقعد ازاي كده مع نفسي اتفق معاها واعمل اتفاق انه يلا اهتم بصحتي اهتم بجسمي، انه الاكل ده مهما كان ليه متعه، فمتعه الصحه والجسم الكويس طبعا الكلام ده بقوله لنفسي دلوقتي هي اهم. ايوه احنا مع بعضينا احنا مع بعض من بدري. اول حاجه كل واحد عنده مشكلة في السمنة بتكون عنده مشكلة تانية هي اللي مسببة للسمنة. في ناس بتكون عندها الشهية عالية جدا، في ناس بتحب الأكل مش قادرة تقاوم الأكل، في ناس مثلا بتقولك أنا باكل قليل بس أنا عندي مشكلة في الحرق في الجسم أو عملية التمثيل الغذائي أو الميتابوليزم، في ناس مثلا بتعاني من أمراض مزمنة والمرض دوت طبعا محتاج أدوية محتاج حاجات، فأنا مش قادرة ألتزم على نظام غذائي أو عملت نظام غذائي ما كانش مناسب لصحتي فتعبت فرجعت بقى تاني اكل براحتي عشان انا دي ادويه انا ما اقدرش ابطلها. فكل حد بيكون عنده مشكله. انا في القرار خلاص عرفت انا عندي قرار السمنه، فابتدي بقى اخش على الكورس او على الروشتة. انا بقى احنا بنعرف من شركه اون تارجت فارما ايه المشكله دي، وعلى اساسها احنا بندي له الروشتة المناسبه لي او الكورس المناسب لي اللي بيعالج المشكله ديت وبيخليه يعني اللي هو خلاص يعديها، سواء ايه بقى اي حاجه، انا عندي مشكله في الشبع، انا عندي مشكله في الحرق، انا مثلا باكل سكريات كتير، انا عندي مثلا مشكله في نوع اكل معين. كل المشاكل دي احنا كل مشكله بيكون ليها حل، وكل حاله او كل بيشنت او كل كيس بيكون ليها الكورس بتاعها المخصص ليها ومخصص لحالتها اللي هينفع لها اللي هيبقى متناسب كمان مع اللايف ستايل لحالتها. ماشي يا دكتور، احنا دلوقتي بنتكلم عن السمنه وهند بتقول انا عايزه روشته الاراده. احنا مش شرط السمنه على فكره، هي السمنه درجات برضو يعني بالظبط. السمنه من استاذه اميره بتلقح. لا يا استاذه، لا انا مش قصدي لقح والله، بس كلنا محتاجين الاراده دي. مش لازم ابقى عندي سمنه مفرطه وابقى كده علشان اهتم بنفسي وادور على كورس يساعدني ان انا احس بالشبع. لا، ما انا مش لازم اوصل للمرحله دي، لان في درجات انت عارفه، من وزن معين بتبقي في الدرجه الاولى من السمنه والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. ونسبه الامراض، عايز اعرف اصحاب الامراض الضغط والامراض المزمنه هل امن ليهم كورس الانسوليم ولا لا؟ احنا طبعا لما اي بيشنت بتواصل معانا في شركه اون تارجت فارما احنا برضو بنحدد له نوع السمنه اللي عنده، لان احنا بنعرفها من حاجه اسمها مؤشر كتله الجسم او البادي ماس اندكس. دي زي معادله كده بيطلع منها رقم، الرقم ده بيكون ضمن سكيل احنا بنعرف منه يا ترى الشخص دوت فعلا هو مجرد بس يعني زياده بسيطه في الوزن، ولا هو فعلا سمنه من الدرجه الاولى او سمنه من الدرجه الثانيه او سمنه بقى مفرطه خلاص الرقم فعلا كبير. وده كل واحد طبعا بيكون ليه كورس معين، يعني مثلا لو انا شخص عادي بس انا بس عندي مشكله في 10 كيلو 15 كيلو حبه الصغننين دول اللي هم دايما. معلش هقطع كلامك، يعني في ناس ما يبانش عليهم ان هم تخان بالظبط وعندهم سمنه وعندهم سمنه، ناس بجد انا اعرفها شكلها كويس جدا. أيوة، بس لما بتعمل نسبه الفاتس عندها بالزبط عاليه جدا، فدي سمنه مش دي سمنه بالظبط. فلازم كل واحد فينا يعمل برضو التحليل ده او يشوف هو في انهي مرحله. حتى بالزبط. السمنه الموضعيه سمنه اعتقد اكيد طبعا. كل دي كلها انواع من السمنه، وكل نوع طبعا بتكون ليه مشاكل معينه. يعني مثلا احنا بنعرف من الام بودي نسبه الدهون في الجسم، ممكن تكون يعني الناس فاكره ان بس الدهون شكل الخارجي للجسم، لكن ما يعرفوش ان اصلا في مشكله تانية كبيره اسمها الفيسرال فاتس او الدهون الحشويه. الدهون دي بتكون موجوده حوالين الاعضاء الداخليه، فدي بتاثر بشكل كبير جدا على صحه الجسم. يعني في ناس بتقول لك انا ممكن اكل بس انا بعمل مجهود كبير فمش باين عليا، بس انا لما يجي يعمل ان بادي يلاقي نسبه الدهون عاليه جدا ونسبه العضلات قليله. عايز اقول لك ان الان بادي ده هو اللي مدوخنا. الان بادي مبسوطه قوي، وبعدين الكوتش يقرر يقول لي هنعمل ان بادي ليه احنا ماشيين كويس. انا بقى عايزه اقول لكم حاجات غريبه. انا في فتره معينه كده ما كنتش مظبطه اكلي، ما كانش احسن حاجه، رحت عملت ان بادي وكنت معتقده انه هشوف كارثه، لقيت انه الماسلز زادت ما شاء الله، الفاتس كمان زادت، بس زادت مثلا 800 جرام حاجه بسيطه قوي وماسلز زادت.
هل الناس اللي هي جسمها بيعمل كده دي تبقى جيناتكس ولا ده بركه ولا ايه يعني؟ انا انت ربنا بيحبك يعني من عند الله. طب احنا عايزه نقول للناس لو حد يتواصل مع حضراتكم، احنا التواصل سهل جدا، ممكن من خلال الارقام الموجوده على الشاشه، ممكن يتواصلوا معانا من خلال المكالمات او من خلال ابلكيشن الواتساب، موجودين بقى على السوشيال ميديا على كل البلاتفورم زي مثلا الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، او كمان ممكن يتواصلوا معانا من خلال صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه برضو على الفيسبوك، موجودين كمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، وبرضو صفحه دكتور نهال حافظ على الانستجرام. هم موجودين دلوقتي على الشاشه ممكن حضراتكم تصوروهم. طيب اللي احنا بنتكلم فيه ده بالنسبه للكبار، المراهقين والاطفال بقى ينفع يستخدموا الكويس ده؟ اكيد طبعا، هو احنا دايما بنفكر في فئه كبيره من الناس اللي مش كل الناس تقدر تاخد كل ادويه الدايت، او بيبقى عندهم كونسيرنز او خايفين كده من بعض المشاكل، فاحنا بنقول لهم ان كورس الانسيليم هو مش دواء، ما فيهوش كيميكلز، ده هو مكمل غذائي. كل الحكايه ان هو فيه الياف طبيعيه، الالياف دي بتعمل عمل بالون المعده، بس طبعا من غير عمليات، من غير بقى دكاتره والكلام ده كله. هي كل الحكايه ان الالياف ديت من نوع الالياف اللي هي بيمتص الماء. احنا بناخد كوبايه الانسيليم قبل وجبه الغداء او الوجبه الرئيسيه بتاعتي مثلا بنص ساعة أو بساعة، وبعديها بشرب كوبايتين مية. الألياف بقى اللي في الأناسيليوم بتفضل تمتص يعني المية. أنا معترض على الكلام ده، أنا هاجي أعترض. أنا يعني أخد كوباية كورس من الدواء وبعدين كوبايتين مية وكده سدت نفسي يعني؟ أنا كده المية وحدها عملت مفعول. يعني الألياف دي ما فيهاش كالوريز خالص؟ هي الالياف الكالوريز بتاعتها بتكون قليله جدا جدا، حاجه مش هتحتسب يعني، حاجه بسيطه جدا. ده غير كمان ان الالياف اللي في الاناسيليوم عشان هي طبيعيه 100%، فكمان ادت جسمي حوالي 50% من الاحتياج اليومي بتاعه للالياف. يعني احنا في النظام الغذائي طبعا لازم ناكل الياف، الالياف بتعمل حتى حاجات كثيره جدا في جسمي، بتساعد على الهضم لو حد عنده مشاكل مثلا بسبب الدايت زي الكونستبيشن مثلا، برضو بتساعده، بتساعد البكتيريا الصديقه للامعاء انها بتحسن كمان شغلها، فبتخلي كمان الجسم نفسه بيبقى بيهضم بشكل احسن. فكل دي اصلا الالياف الطبيعيه بتعملها. فاحنا في الكورس احنا بس مش حاطين نسبه عاليه جدا من الالياف، يعني الساشت 6 جرام الياف، ما فيش تقريبا برودكت في الماركت فيه كل الالياف دي في ساشت واحد، يعني هو بيديني فعلا جرعه كبيره جدا من الالياف، والالياف دي طبيعيه جدا جدا، هي بس هتملا حجم معدتي ان هي هتفضل تمتص الميه اللي انا بشربها، وحتى لو شربت اكتر من كوبايتين ميه هتفضل برضو تمتص الميه. يعني نفس فكره الاسفنج اللي هو لو انا حطيت عليه ميه هيمتص. وهي الناس اللي عندها مثلا مشاكل معده تحس ان هي بشعور غثيان او انتفاخ بالظبط، هي طبعا هي دي مشكله ممكن تواجه بعض الناس في الالياف، بس هي الفكره انا مثلا عندي بالون، احنا بنقول ان هي بديل لبالون المعده، فاهمه قصدي؟ فالبالونه ديت انا ممكن فرق بين ان انا املاها ميه او املاها رمله او ان انا املاها هواء. لو مليتها هوا هتكون خفيفه، اقدر انططها براحتي والعب بيها والكلام ده كله، لكن لو مليتها ميه البالون فعلا تبقى تقيله وعارفه انا مش قادره امسكها وبتكون مليانه. لا هي الفكره كمان ان الناس هتاخد الاناسيليوم هتحس بشبع، هتاخد الياف جسمها محتاجها، فهي مفيده طبعا. هي طبعا مفيده جدا، واحنا كمان احنا مش حاطين فيها اي كيميكلز، هي كلها طبيعيه. احنا واخدين حاجه اسمها بذور السليم الشكرا او السليم هاسك، يعني حتى السليم ده ممكن اصلا الناس تشتريه من عند العطار عادي. بس كل الفكره ان احنا حاطين الالياف دي او البذور دي في الاناسيليوم بنسبه نقاء احنا عاملينها في المصنع بتكون عاليه جدا، توصل ل 99%. فهي ما فيهاش اي امبيوريتيز، ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي اضرار. كل حكايه ان الشخص هيشرب كوبايه الاناسيليوم وبعديها كوبايتين ميه، فهتنفش في معدتي فهتديني احساس بالشبع. ده غير طبعا ان احنا مش بس لاعبين على عامل الشبع، احنا كمان لاعبين على عامل الدهون المتخزنه في الجسم. لان الاناسيليوم برده هو مدعم 50% فيتامين سي، وكمان في انزيم اسمه البرومالين. الانزيم ده مستخلص طبيعي من الاناناس، برده ماده طبيعيه 100%، بس بيشتغل على الاديبوس تيشو او الخلايا الدهنيه اللي هي في جسمي. احنا طبعا على مدار وقت طويل بيعمل ايه بقى مع الخلايا الخلايا الدهنيه كل فايدتها في جسم ان هي بتخزن الدهون فقط. بزرق. طبعا الدهون دي مهمه جدا عشان بتنظم الهرمونات، لكن الخلايا الدهنيه نفسها ملهاش اي وظيفه في جسمي غير ان هي تخزن الدهون اللي انا براكمها على فتره طبعا عادات غذائيه كتير غلط. الانزيم دوت بيروح على الخلايا الدهنيه ديت ويكسر الدهون اللي موجوده فيها لوحدات اصغر، او يعني زي بيفتتها كده اهوت، فتتحول لحاجه اسمها احماض امينيه. الجسم بيعرف يتعامل مع الاحماض الامينيه ديت ان هي عشان حجمها صغير، فممكن
ممكن الجسم يمتصها بالظبط ويحولها لطاقه او كمان يتخلص منها. فاحنا مش بس لعبنا على عامل الشبع اللي احنا كمان قللنا الكالوريز انتيك اللي احنا بناخدها في وجبتنا، احنا كمان لعبنا على الدهون اللي احنا مخزنها في جسمنا بقى على فتره طويله. بالزبط. طب انت كده بتسهلي كتير، ده في اجهزه معموله مخصوص بس بالزبط. علشان تفتت الدهون اللي متخزنه الاجهزه الدهون القديمه اللي هي ما بتتحركش بقالها فتره دي. فده يسهل طبعا من غير ما نروح في حته ناخد الاناسيليوم، والدهون دي بتتفتت وهي بتتحول لطاقه بتحاول تخلص منها الجسم. بالظبط. هو طبعا احنا كمان بنفكر في شريحه كبيره جدا من الناس اللي هم اصحاب الامراض المزمنه، لان مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، اللي بيعانوا من اي مشاكل تانية، دهون ثلاثيه مثلا او كوليسترول، اللي ممكن لحد ما ما يقدروش ياخدوا كل البرودكت الموجوده في الماركت، او ما يقدروش ياخدوا اي دواء لان هو ممكن يعمل انتر اكشن مع اي دواء انا ملتزم عليه، او ممكن ياثر على جسمي على المدى الطويل بشكل او باخر. لكن احنا دايما لما فكرنا في الناس دي قدمنا لهم حاجه طبيعيه 100%، مش هتعمل اي انتر اكشن مع اي دواء انا باخده. يعني انا ممكن اخد ادويه السكر والضغط بتاعتي عادي وانا باخد الاناسيليوم. طبعا ادويه السكر بتكون قبل الاكل او بعد الاكل على حسب الكورس اللي هو بياخده، فانا حتى لو خدت الاناسيليوم قبل الاكل وانا باخد دواء مش هيعمل اي مشكله خالص، هي الياف طبيعيه 100%. لا احنا كمان في يعني الشريحه ديت مش بيقدروا ان هم كمان يروحوا للدكاتره، هم يعني تعبانين اصلا من الدكاتره اللي هم بيروحوا لها، فهي حاجه في البيت انا اقدر اخدها. واحنا كمان بنقدم لهم متابعه مجانيه طول فتره الكورس، يعني احنا بس مش اونلاين. يعني احنا كمان مش بنبيع الكورس بس مشوار. يعني بدل بقى ما الناس تروح لدكتور وتنزل وتتابع، احنا بنقدم لهم المتابعه دي اونلاين. وطبعا يعني الدكاتره انا بروح بدفع فيز والكلام ده كله، فممكن تكون كوست عاليه على بعض الناس او على فئه معينه، فاحنا كمان بنقدم لهم المتابعه طول مده الكورس بنظام غذائي بيناسب لهم. يعني مش بس هياخد الكورس وانا اقول لك تعمله ازاي والكلام ده كله، انا هفضل متابعه معاك طول فتره الكورس او النظام الغذائي، هنظبط الجرعات مع بعض. لو مثلا لخبطنا شويه مش مشكله عادي، احنا بنسامح كتير. مثلا لخبطنا كتير قوي، بتحبي تلخبطي؟ بصي الاكل انا بالنسبه لي يعني طبعا انا قلبا وقالبا مع الحياه الصحيه والرياضه والهيلثي لايف ستايل، بس انا الاكل هو متعتي الوحيده في الحياه. يعني في ناس كتير جدا بتزعلها كده يا استاذه هند، مش قادره اعترض لان انا متعتي اكل. اعتقد انها لسه يعني ما تقرصتش القرصه، انا عارفه اني هقفل بقي يوما ما، بس لسه ما تقرصتش القرصه اللي هو لا تخينتي قوي وقفي، فاهمه؟ لو احنا ان شاء الله مش هنوصل للليفل ده. لا ان شاء الله مش هنوصل. انا بشوف برضو هند في حاجه مهمه برضو بالنسبه ان انت بتقولي انا ممكن اقعد وكده واشوف الان بادي بتاعي فلاقي ان انا عندي ماسل سكوايت، غير انها جيناتيك، هو سن. صح. انت كل مرحله. صح. عمريه الكتله العضليه. صح. عندك بتبقى مختلفه، نسبه الحرق عندك بالزبط. اعلى. صح. هيجي عليكي وقت كده هتلاقي نفسك لا انا من ال30 يعني. كده من ال30 لسه صغننه خالص، تقولي لا انا محتاجه اقلل اكلي، انا محتاجه ادخل رياضه شويه لان حرقك ما بقاش زي الاول، ده طبيعي. حلو. فاستاذه هند استمتعي، اصبري سنه 3 سنين استمتعي بالحرق بتاعك. هي بتديكي طاقه ايجابيه كبيره جدا. لا يعني. لا بس هي بتقول حقيقي، يعني انا قبل ال 25 مثلا كان حرقي طياره، يعني كان ممكن احرق انت مش متخيله. ما كنتش بتخن، وزني ما كانش بيتخن 100 جرام حتى، وكنت باخد حاجات تتخني. اكشلي في حاجه اسمها مفتقه. ايوه انا كنت زمان، انا كان اهلي بيعملوا كده برضه، علشان اهلي بيعملوا كده حتى مع الاطفال لو عايزين يتخنوهم. بعد 25 طبعا لا بدات يبقى عندي حاجات معينه حطينا في الرده. احنا كمان في شركه اون تارجت فارما عندنا حاجات للحرق بس، يعني في حاجات كمان زي الكافيين والال كارنتين، الحاجات دي احنا بنتارجت بيها معدلات الحرق في الجسم. لو وعدتوني بالال كارنتين لسه ما خدتش. انتوا عينيا ليكي برضو علشان اللي بيتفرجوا يبقوا عارفين الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشه، وهينزل لكم دلوقتي صور لصفحات السوشيال ميديا تقدروا ان انتوا تصوروها. دكتور في اي طرق تانية للتواصل معاكي؟ هو هم كده عايزين ايه اكتر من كده؟ المكالمات والواتساب والفيسبوك والانستجرام، لو عايزين اي ابلكيشن تاني تحت امرهم يعني. كل حاجه موجوده اهو على الشاشه. دي ده احنا كده دي صوره دي صفحه اون تارجت فارما. ده الكورس المكثف. ودي صفحه دكتور نهال حافظ. نهال حافظ ده على الفيسبوك بقى، ده على الانستجرام صفحه اون تارجت. لو ناس متواجده معاكم 24 ساعه، دكاتره متخصصه هتطلب منكم مثلا في الاول اكيد تحاليل بالظبط وحاجات، بيملى ابلكيشن او فورم بنعرف منها الوزن والسن والطول، لو في اصلا اي امراض مزمنه، في مشاكل معينه في الدايت، هل عمل انظمه دايت قبل كده او خد اي ادويه. فطبعا احنا بناخد منهم كل يعني المعلومات دكتور سالي فيكتور بنشكرك جدا. العفو. على ايه بس حلقتنا النهارده. ان شاء الله تبقي معانا في فقرات ثانيه. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، انتظرونا في حلقات ثانيه.
تانية إن شاء الله. باي باي.